الموضوع التاني اللي اهتم بيه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي هو خبر وفاة الفنان الكبير حلمي بكر. ده كان محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنه كبار الفنانين والمطربين نشروا له منشورات نعي وتكلموا عن أهم محطات مشواره الطويل اللي قدم من خلاله أكتر من 1000 أغنية لأجيال متعاقبة سواء من المغنيين المصريين أو المغنيين العرب. نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل مثلا قال انه الموسيقار حلمي بكر هو الحقيقة نشر له نعي، قال ربنا يرحمك يا اغلى واطيب اب واخ وصديق ابويا واخويا الفنان حلمي بكر في ذمة الله. ممكن نشوف التعليق اللي بعده، ده حساب طبعا الفنان صابر الرباعي اللي بيقول رحل من كان لي معه ذكريات جميلة وعيشه ملح وقصص من التاريخ وألحان غنتها له، ورحل من كان لي ناقدا نصوحا، رحل من كان لا يجامل ولا يعادي، وحطت طبعا صورة جميلة له مع الفنان حلمي بكر. معايا الفنان حلمي عبد الباقي، أهلا وسهلا بحضرتك وتعازينا طبعا. أهلا بحضرتك. حالة من الحزن مش بس في الوسط الفني، لا الحقيقة عند كل المصريين والناس النهاردة، كل من كان له صورة مع الفنان الراحل بينشرها وبيتذكره بالكثير من الذكريات والألحان والكلمات الجميلة. طبعا طبعا، لأن الأستاذ حلمي بكر ما كانش مجرد ملحن، لا ده مجرد قيمة فنية كبيرة قوي من عبق الزمن الجميل، مئات الألحان ومئات الموسيقى التصويرية وحاجات كتير قوي قوي. الأستاذ حلمي بكر متواجد في قلب كل عربي، مش مصري بس، في قلب كل عربي، وأثر الحياة الفنية بشكل طبعا كبير جدا. كبار كبار المطربين في الوطن العربي وفي مصر وفي الوطن العربي كله، الأستاذ حلمي بكر كان عامل مشترك في الحاجات دي طبعا. فطبعا احنا بنعزي أنفسنا وبنعزي مصر وبنعزي الوطن العربي طبعا كله في وفاة خسارة كبيرة كبير يعني. طبعا طبعا طبعا. ومعرفش رأي حضرتك ايه، بس في حالة من حالات الانزعاج برضو من الناس اللي بتنشر صوره في اخر ايام واثناء مرضه، وفي صور كتير اجمل وصور كتير بتعكس صورته الحقيقة في قلوب ونفوس يعني الناس. صراحة الحاجات دي فعلا بتأذي مشاعرنا جدا يعني كمواطنين مصريين وكفنانين مصريين يعني. طبعا لان الاستاذ حلمي يعني اكيد اي حد في اواخر ايامه بيبقى حالته طبعا يعني صعبه يعني، ف يعني هي مجرد وجهات نظر مع ناس ممكن ما تبقاش فاهمه كويس الموضوع يعني. بشكر حضرتك وتعزيه مره تانية الفنان حلمي عبد الباقي.